لم تصدقوا آخر إبداعات جيش الاحتلال المهووس بالقتل والتدمير والحرق، فبعد إلقاء مئات القنابل الحارقة والفوسفورية على أحراج البلدات اللبنانية التي تسببت في احتراق أكثر من 462 هكتاراً من الأراضي الزراعية وأحراج الزيتون والأشجار المثمرة، لم تشبع إسرائيل بعد، بل أرادت أن تحرق المزيد وتقتل أكثر. ماذا فعلت؟ قامت بمد أنابيب بلاستيكية بطول 200 متر من موقع الراهب الذي يتمترس فيه جيشها مقابل بلدة عيت الشعب الحدودية. أنابيب هدفها واحد، الأحراق. فهذه الأنابيب تحتوي على مادة البنزين وفيها فتحات صغيرة لتنقيته على الأشجار والأحراج، وفعلت ذلك بمساعدة درون كبير. وفي أحراج بلدة اللبونة 3 خراطيم تستعمل للغاية نفسها، ممدودة من داخل الأراضي المحتلة، لكن الجيش اللبناني كان بالمرصاد، وقامت وحدة مختصة بتفكيكها وإزالتها لتفشل إسرائيل في مخططها الجديد بقتل المزيد من الشجر بعد قتلها البشر وتدميرها الحجر على الحدود اللبنانية.